طيب، السلام عليكم. نشرح كيف نعمل UTP كابل من كات 6. طيب، نحتاج جهاز تيستر، كريمبر تول، مقص، مودلر بينج 8 بن، ونتورك كيبل. راح نبدأ نقص الكيبل على خفيف. حيث الأسلاك اللي داخل لا تتأثر. بس إذا الكريمبر استك أو علق بالطريقة هذه، أصبح معانا الكيبل جاهز. نرتب الكيبل على الألوان هذه، الوايت أورانج، دارك أورانج، وايت جرين، دارك بلو، على حسب الأذواق. نبدأ بالوايت براون، الأورانج. أورانج، وايت جرين، دارك بلو. وبالطريقة هذه تكون الألوان متساوية. ثمانية بين نتورك. الآن your network cable is ready 100%. Thank you so much.